سياسيو دولتنا يوجد بينهم من يسلم حماس ويتركها إلى نتنياهو. نتنياهو كما أنه إرهابي فحماس أيضا إرهابية كما يزعمون. ما هي حماس ومن هي حماس؟ أولئك الذين لا يعلمون شيئا من هذا من عديم الحظ والنصيب. أولئك يوجد من ينتخبهم عليهم أن يفكروا جيدا. من ينتخب أولئك ويدلي بصوته تأييدا لهم عليهم أن يفكروا جيدا. اليوم نحن نعيش هنا وما يشهد هناك نسأل الله أن لا يكون في سطور التاريخ مخبأ في المستقبل لنا عاقبة مثل هذا. الآلام التي يعيشها إخواننا في بقاع الأرض قضينا عمرنا وقضينا أعمارنا أمما في مقاسات هذه الآلام وشرحها. من القرم وإلى البلقان ومن البوسنة وحتى كركوك، من فلسطين وحتى أفغانستان والشيشان، الكثير من بقاع العالم سكبنا الدموع لأجلهم. لم يمض عمرنا سدى. اليوم على مبعدة بعضهم يرى غزة في البعيد بعيدا وكأنه لا صلة لها لنا بها البتة، بل ويصرح بهذا ويستعلن به. هذه الأمة وهذه الملة وهذه البلاد قبل 100 سنة كانت غزة بالنسبة إليها لا تفرق عن أضنة، فهذه أضنة وهذه غزة. وكما أن أدرنا مدينة لنا وكذلك أسكوب وكذلك كركلاريلي وسلانيك وكذلك ماردين والموصل وكذلك غازي عنتاب.